3.24 زائد 2.3، شلون راح نجمعهم؟ أول بداية آخذ هذا الرقم، يعني من هذا الاتجاه متري، تاخذ الأرقام تاخذها من هذا الاتجاه، إذا هذا راح أخليه فوق 3.24 زائد، شوف الفارزة لازم تصير دائما جوا الفارزة، يعني هاي الفارزة أخليها هنا، شوف هذا 2 راح أخليها هنا، وهاي 3 راح تصير هنا. أجي أجمع 3 زائد 2 5، البوينت تنزل، 2 زائد 3 5، الأربعة تنزل. بطرح البوينتات نفس الطريقة، 5.4 ناقص 3.2، إذا ناخذ هذا الرقم يصير فوق 5.4 ناقص 3.2، 4 ناقص 2 2، البوينت تنزل، 5 ناقص 3 هي 2.